المدينة وعنا وعن العيش والسهر فيها وعن حضورها بالذاكرة مع حروبها وأيقوناتها والوعي لصورتها الحالية بدور حلقة مزاج اليوم. بعض هالأفكار ما هي إلا معالجة بحضور وهمي على شبكة الإنترنت بنزورها بموقعين مختلفين، موقع دليل تجاري والتاني أشبه بمساحة خاصة للبوح عن المدينة والعلاقة فيها. أما التاريخ فمنسترجعه عبر شخصيات وثائق طلابة من إخراج هبة عطلة اللي منستضيفها بالقسم الثاني من حلقتنا، وبالتقرير الأخير محاولة شبابية للرجعة للروح الشرقية بالسهر. بداية دليل إلكتروني عن بيروت. بيروت أقام نحن انترنت سايت بلشناها للسبب الأساسي هو إنه بيروت في كتير قصة بصير فيها بال events وconcerts وحتى كل يوم عم تفتح شغلات جديدة، بنايات جديدة عم تتعمر، مدينة ما بتنام يعني حسب ما بيقولوا بالمقال يعني، أو فقد ما بصير في قصص فيها وعم نطلع حوالنا ما كنا عم نلاقي طريقة معينة لحتى نقدر نجمع المعلومات كلياتها، أو ما كنا عم نلاقي مصدر لحتى نشوف نحن لنقول مجلات او كتب او غير ويب سايتس بيتموا بالمدينه بطريقه فعلا تجذب المدينه كلياتها بقلب محل واحد. في ناس مثلا بيسالونا كثير ليش بيروت دوت كوم؟ ليش مش غير ويب سايت؟ هذا السورس اوريدي موجود نحن والمعلومات عنا اياه. ولا سبب اساسي انه بيروت دوت كوم اول شيء من الويب سايتس، ما بدي اقول الوحيده لانه اكيد ما بعرف عن كل شيء معقول هلا عم بيطلع او بركي هلا لنقول حدا طلع ويب سايت جديد هلا، بس نحن الوحيدين اللي بنهتم بكل شيء بس بيروت. عندك ويب سايت ثانيين بيستعملوا اسم بيروت بس تحت يدفشوا حالهم، بس بالنهايه عم بيحاولوا يغطوا لبنان كلياته، وبالنهايه بيصيروا عم بيغطوا شوي من بيروت شوي من هون شوي من هون، بس عم بيستعملوا اسم بيروت. نحن بيروت ما في شيء برات بيروت عم نهتم فيه، الايفنتس او البزنسز، لدرجه انه حتى الكاكين الصغيره اللي نحن عم نحطها، يعني اذا هلا مثلا اذا انا بدي فوت local business for example اللي عم يصير بالبيروت، اذا انا بدي فوت لنقول على اوتو سيرفيسز بياع دواليب اللي هلا بلشنا عن جديد بلشنا نفوتهم، فمبدئيا هلا انا بس اثنين، ما حتلاقي محل مجلات او ويب سايت ثاني مهتمين بحطوا هالقصص الناس اللي بيعملوا تاير ديلينجز، او اذا مش مثلا بس تاير ديلينجز خلينا جنرال سيرفيسز خياط او الناس اللي بينظفوا يعني. الوقت الحالي هلا في عنا هاريت، هاريت هي بتهتم بالاديتوريال، كل شيء بيهتم بالويب سايت، المعلومات كل شيء بيمروا من خلالها هي بدها تكون عم تاكد عليه، وهي بدها تعطينا الاوكي عليه بالنهايه لانه هي عم تشرف على كل شيء اديتوريال. في عنا دانيا قاعده هناك، هي بتكون الهيد ريسيرشر اللي كل شيء بيكون بخص الريسيرش بينعمل ببيروت هي بتكون مستلمته لحتى تقدر تقول لغير ناس كيف يطلعوا المعلومات، وهي بتنسق بيناتهم بالوقت الحالي. حطها يعني اللي بده يفتح المحل او بدك تحطيها على جنب نرجع نحكيهم بعدين. خلص 2 ويكس تكن انا برايي يعني ان 2 ويكس تكن بتتفق مع هيت على 2 ويكس بس بصيروا انتم تحطوا بوست. شغله نحن اضافيه نحن كثير نحن مبسوطين فيها ببيروت اقام، انه كمان بيروت اقام مش بس بدك تفوت عليها من الكمبيوتر، بيروت اقام نحن عاملين ويب سايت سبيشلي لحتى تقدر تشتغل عليها على الموبايل فون تاعك. الانترنت بزنس هلا بالوقت الحالي بلبنان بزنس شوي عم بياخد وقته لحتى يطلع بعد ما انه صار استابلش، فنحن هلا بيروت دوت كوم عم تكون اندبندنتلي فاينانس وما عم ناخد مصاري من الناس قاعد لحتى له ولا فور ادفرتايزنج انه لحتى نحط لكم بروفايل بدنا نكلفكم هالقد. اتس كومبليتلي اندبندنتلي فاينانس، عم نشتغل على بلاتفورم بروجكت لحتى كل الناس يقدروا يشتغلوا عليه، وبعدين يصير هوبفلي نقدر نجمع مع اكثر واكثر ناس ونوسع التيم لحتى يصير البزنس تو اكسباند، وان شاء الله كمان نساعد غير ناس تو اكسباند ذير اون بزنسز خلال بيروت دوت كوم. بعد الفاصل وثائقي مع هبة عطلة.